الغالي. نحن الان في مركز الريتسي مول في مدينه جده، ننتظر تقريب صاحب السمو الملكي الامير لتشكيل فعاليات المعرض التطبيقي لمركز العمليات الامنيه 911 911 بمنطقه مكه المكرمه يوم 23 نوفمبر 2017 اليوم الخميس. عاش سلمان يا بلادي، عاش سلمان، عاش سلمان ملكنا، عاش سلمان، عاش سلمان يا بلادي، عاش سلمان، عاش سلمان ملكنا، عاش سلمان، والشعب كله يردد عاش سلمان، والشعب كله يردد عاش سلمان. غنت الدنيا وغنت البلد، غنت الأمجاد لك يا أبو فهد، غنت الدنيا وغنت البلد، غنت الأمجاد لك يا أبو فهد، تكتب الفرحة لك أحلى قصيد، افتخرنا فيك يا وجه السعد، تكتب الفرحة لك أحلى قصيد، افتخرنا فيك يا وجه السعد. أنت سلمان وإن وجد مثلك صدقني قليل، أنت سلمان وإن وجد مثلك صدقني قليل، والشعب كله يردد عاش سلمان، والشعب كله يردد عاش سلمان، عاش سلمان، عاش سلمان يا بلادي، عاش سلمان، عاش سلمان، يا عسى ربي يبارك في خطاك، شعبك الوافي ما للا درك، يا عسى ربي يبارك في خطاك، شعبك الوافي ما للا درك، يا عسى عمرك يا الغالي طول، نزرع الأحلام ونقطفها معاك، يا عسى عمرك يا الغالي طول، تزرع الأحلام ونقطفها معاك. أنت سلمان وإن وجد مثلك، أنت سلمان وإن وجد مثلك، والشعب كله يردد عاش سلمان، والشعب كله يردد عاش سلمان، عاش سلمان يا بلادي، عاش سلمان، عاش سلمان ملكنا، عاش سلمان، عاش سلمان، عاش سلمان يا بلادي، والتي تشارك فيه عدد من الجهات والقطاعات الحكومية. بداية نستمع
وإياكم إلى آيات عطرات من الذكر الحكيم. هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله وجلوي آل سعود حفظه الله، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، ممثلي الجهات المشاركين، أعزائي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله عز وجل المنع علينا بنعمة الأمن والأمان في الحكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، وسيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. ونخص بالشكر أمارة منطقة مكة المكرمة على رأسها مستشار خادم الحرمين صاحب السمو الملكي الأمير خادم الفيصل وراعي هذا الحفل صاحب السمو الأمير عبد الله بن بدر بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ووكيل الأمارة وكيل أمارة مكة للشؤون الأمنية صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي آل سعود على دعمهم المادي والمعنوي بالتقدم والرقيب بالأعمال والخدمات الأمنية ساعين لتحقيق الرفاهية ورضا الاستدام لقاضيين وزوار محافظة مكة المكرمة، ولا يفوتنا أن نوافق الإكرام والشرف لجميع شركاء النجاح في هذا الحفل. صاحب السمو، لا يخفى على سموكم الكريم أن الأمن منظومة متكاملة والمجال واسع للإبداع والعطاء، فكان لوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني الأثر الواضح في هذا الصرح الأمني. وها نحن اليوم نجتمع لتدشين فعاليات المعرض التثقيفي لمركز العمليات 911 بمشاركة الجهات الحكومية التي ساهمت في إنجاح المشروع. الجدير بالذكر سيدي أنه قد استقبل مركز العمليات منذ إنشائه في 7 رجب لعام 1437 حتى الآن 17,450,771 اتصال، وبفضل الله سبحانه وتعالى لم يوجد أي مكالمة مفقدة أو أنه يوجد اتصال مشغول، كما أن متوسط استمرار البلاغ للجهات الأمنية في الميدان يتراوح بين 45 و50 دقيقة ثانية عفواً. صاحب السمو الحفل الكريم، يعد هذا المشروع من أهم المشروعات التي تحظى باهتمام سمو سيدي وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف حفظه الله لما حققه من نقلة نوعية رائدة في مجال الاتصالات اللاسلكية الأمنية للرفع في مستوى الخدمات الأمنية المقدمة وفق الرؤية والطموح التي تستند أساساً على استراتيجيات لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز الجوانب السلامة العامة للمواطنين والمقيمين وقاصدي منطقة مكة المكرمة حجاجاً ومعتمرين بما يتوافق مع رؤية 2030، كما أنه قلل من الجهد السابق أو الذي كان يضم في السابق 42 مركز حيث ظلت مركز واحد الآن وإدارة بلاغ واحدة وتحت جهد ونظرة واحدة. صاحب السمو الحفل الكريم، إن من أهداف المشروع هو بناء هدف مشترك تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية كافة وبناء نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية وتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة حيث أن تتحرك جميع الجهات في نفس اللحظة. وفي الختام أكرر الجزيل لسموكم سائر العلي القادر يكرر المساعي الجميع بالنجاح وأن يحمي وطننا من كل مكروه في ظل القيادة الرشيدة أيدها الله بنصره. سلام. السلام عليكم، سمعت تصدق في المكرمة.
لهم والتقاط صورهم وتذكارية معكم في هذه المناسبة. بداية، مؤسسة سفر الزيد، مؤسسة الضمان الذهبي، المهندس ممدوح الدهاس، سعادة مدير المباحث العامة بمنطقة مكة المكرمة، سعادة وسعادة قائد القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة مكة المكرمة، سعادة مدير مستشفى قوى الأمن في منطقة مكة المكرمة، وسعادة مدير إدارة الجمهور في محافظة، سعادة مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة، سعادة رئيس القطاع، كما يتشرف مركز العمليات الأمنية صاحب السمو بمنطقة مكة المكرمة أن تتقدم لسموكم الكريم بهدية تذكارية عبر محبة وتقدير لكم. سلمان يا بلادي عاش سلمان، عاش سلمان ملكنا عاش سلمان، عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان، عاش سلمان ملكنا عاش سلمان.